أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس استقبل اليوم الجمعة بالقصر الملكي العامر بفاس عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعينه جلالته رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وأورد البلاغ أن هذا التعيين يأتي طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية للثامن شتنبر 2021، وينتظر أن يتبع تكليف الملك محمد السادس أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار الفائز في الانتخابات التشريعية بعد حصوله على 102 مقعد. انطلاق مشاورات سياسية سيجريها أخنوش مع قيادات الأحزاب الأخرى الفائزة في اقتراع الثامن من شتنبر، وبالأخص مع أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والحزب الدستوري. وظل الملك وفيا للعرف الجاري به العمل في المغرب، حيث يقوم بتعيين زعيم الحزب المتصدر رئيسا للحكومة الجديدة، ويكلفه بإعداد لائحته الوزارية وعرضها على أنظاره خلال أجل محدد. ويقول الفصل 47 من الدستور يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.